صحيح. انا معايا دقيقه وعايز اسالك سؤال اختم بيه. لو في لاعب واحد بس تحب تشوفه في النادي الاهلي كصفقه جديده الموسم اللي جاي، تختار مين؟ يا لاعب واحد بس. طبعا محلي. طبعا محلي. كنت اقول لك كذا واحد يعني، بس انا كنت يعني ينفع اتنين تساعدني. ماشي موافق. بص، احمد عبد القادر. سوري، احمد عاطف. عاطف. انا اسف، ان احمد عبد القادر انا بحبه جدا يعني. احمد عاطف. ومحمد ابراهيم. محمد ابراهيم. يعني محمد ابراهيم عنده حلول. طبعا اتوقعت انك هتقول احمد عاطف، بس انا توقعت اسم تاني. لا ما اقدرش. بص هقول لك ليه. في لعيبه الزمالك لها كامل احترامها، في لعيب كويس، زيزو لعيب كويس جدا. جدا. لكن احتراما للزمالك فانا قلت لك على، وطبعا احتراما لكل الانديه. هو في النهايه انت في النهايه بتقول اسم، وانت هو الاهلي هيتفاوض والنادي هيوافق او لا. اكبر قاعده جماهيريه، فانا حاولت ابعد عن الانديه الجماهيريه فركزت في نادي طبعا له كل احترام. احمد عاطف. محمد ابراهيم. محمد ابراهيم. تصورت انك هتقول مصطفى شلبي، مش عارف ليه. لعيب كويس قوي. ما انا لا انا يعني تخيلي قلت فضل يقول لي احمد لعيب كويس. واحمد رفعت. ورفعت رائع. ومحمد ابراهيم طبعا رائع. ومحمد رضا بوبو هايل. فيوتشر هايل. انت عندك يعني مش عاوز اخلي الانديه تزعل مني كتير. بس لا في لعيبه مميزه. واهم حاجه بقى كريم في اللي احنا اخترناه ده. اللعيب خلي بالك الاستمراريه، ويكون عنده شخصيه النادي الاهلي. بالتاكيد. كابتن فضل شرفت ونورت حقيقي، كنت سعيد جدا كالعاده يعني بتواجدك معايا. انا بشكرك. انا اللي سعيد جدا بشياكتك حبيبي. لا منديل. لا 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 منديل غير طبيعي. انا عليك. لا 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 انا عليك. لا انا مبسوط جدا كريم، ودايما فعلا عشان عارف انت كده هتبهدلني. لا 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 حبيبي نورت الدنيا. شكرا كريم. نورت الدنيا يا كابتن فضل.